غمي. نعرف جيدا انه مهندس باش يتابع تكوينه سواء كان في الخاص او في العمومي مش حاجه سهله. اليوم نعرف المؤسسات العموميه كليات الهندسه اليوم في تونس معترف بها دوليا، وشكون اليوم يتخرج من المدرسه الوطنيه للمهندسين موجوده في عدد من ولايات الجمهوريه. لكن نعرف انه زاد فما مؤسسات خاصه اليوم في التعليم العالي واللي تتقري في الهندسه، ونعرفوا سكورز طالع شويه نتاع العمومي، يعني تكوين جيد وجيد جدا بالنسبه للمهندسين في تونس. هذاك علاش العماده دخلت على الخط في الموضوع هذايا، ومش اي مؤسسه معناتها اليوم تنجم تتابع فيها تكوينك التعليمي العالي بالنسبه للهندسه. تحذر الطلبه اليوم من الالتحاق بالمؤسسات الجامعيه المنتصبه غير المعترف بها دوليا. نحكيه في التفاصيل مع عميد المهندسين سيد كمال سحنون. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك سيد العميد. بارك الله فيك على الاستضافة، وشكرا لديوان فام على اعتناها بالهندسة وبالمهندسين. شكرا شكرا يفضلك، مرحبا بك. نحكيه على كل عام احنا نحكيه على شهادة الاعتماد، وموضوع مهم ومهم جدا. اليوم الطلبة يختاروا في المؤسسات التعليمية الجامعية، نعرف برشا سكور ما يوصلهمش باش يمشيو الى المدارس الوطنية للهندسة، لكن يختاروا مؤسسات تعليمية خاصة. هوني ظهر لي لونجو سيد العميد. وهو كذلك، دونك انت قلت انه برشا وحيد الطلبه معناتها يحبوا يوليو مهندسين يجريوا على التكوين العمومي. التكوين العمومي هو مستوى دولي في تونس معترف به دوليا. مستوى المهندسين في تونس يعني عندهم سمعه في الخارج، عندهم سمعه كبيره ياسر، هيك علاش عندنا كل عام 6500 مهندس يهاجوا للخارج ويفرحوا بهم وتخذهم اقتصاديات الدول الخارج. 6500 كل عام مهندس، كل عام ياخذوا يفكوا همنا 6500 مهندس بعد ما تقريهم الدولة التونسية وتصرف عليهم مال كثير، نهديوهم فوق طبق من ذهب إلى اقتصاديات دول متقدمة وكيف كيف دول متشابهة لنا في أفريقيا وفي دول الخليج وأوروبا والكندا وأمريكا وأستراليا، كلهم غير تكون مهندس عندك شهادة تونسية. دونك هيك علاش الشهادة هذه يلزمها تواكب المستوى الدولي، وبالتالي ما يلزمش التكوين الخاص أنه يطيح المستوى الشهادة هذه. وهيك علاش احنا معولين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باش تأدي بدورها التقييمي ودورها في متابعة المدارس الخاصة. فما تقصير سيد العميد، فما تقصير في الموضوع هذا؟ والله هو كيف نجي ونرى ونقول نجم نقوله تقصير، لكنه هو في الواقع الموارد البشرية نتاع الوزارة ضعيفة وضعيفة جدا، وما عندهاش الإمكانيات باش تقوم بالدور المراقبة للمدارس هذه. أخيرا سيد وزير مشكور خرج مرسوم لإحداث هيئة تقديم واعتماد، فإن شاء الله يعني الهيئة هذه تؤدي دورها. لكن تعرف أنت وقت اللي مؤسسة جديدة تخرج للوجود ما تكون فعلة إلا لبعد بضع سنوات، دونك احنا في هالفترة الانتقالية الكل كعمادة ما قعدناش مكتوفين الأيدي. وهنا عملنا زيارات للمدارس الخاصة هذه، ومن 28 رخصة عطاتها وزارة التعليم العالي، الوقت الحاضر عندنا كان 20 اللي العمادة معترفة بهم معناتها قابلة باش تسجل الخريجين متاعها، الخريجين متاع المدارس هذه، وخرجناهم في بلاغ رسمي السنة الفارطة، لأنه هذايا من السنة الفارطة عملنا التقييم هذايا. كيف كيف طلبنا منهم الاعتماد توا في هالمدارس هذوما فيهم جزء كبير قاعدين يعملوا في الاعتماد دونك الدولي، وبالتالي احنا من 28 فما كان 20 اللي تتوفر فيهم الشروط نتاع الاعتماد الدولي، يعني ياخذ الاعتماد يا الاعتماد قاعدين البروسيس نتاع الاعتماد اونكور. ثم انه رينا الزيارات اللي قمنا بها عملنا متابعة 14 كريتير 14 معيار من كراس الشروط، يعني هل هم
مطابقين لكراسة شروط نتاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باش يجمو يقريو التكوين الهندسي وإلا لا. ال 14 كريتير هذه دونك هنا خرجت هذه هي العشرين مؤسسة اللي عندنا اللي موجودين في السيت نتاع العمادة. دونك الطلبة نقولوا لهم تمشيوا للسيت هذايا وثبتوا معناتها في المؤسسات اللي تنجموا اللي موجود في وسط التابلو هذايا فيجموا يسجلوا ما عندهم حتى مشكلة، واللي مش موجود فما يجموا ماذا بهم يمشيوا يلوزوا مدرسة أخرى. سيد العميد يعني مستوى تفضل كمل كمل باش نسألك سؤال في الإطار هذايا. يعني هو راهو باش تخدم مهندس ثم شرطين، أنه لازم يكون عندك دبلوم تاع هندسة يا دبلوم تاع شهادة وطنية للمهندس، يعني هذه المدارس العمومية اللي تعطيه، يا عندك معادلة تاع التكوين اللي هي يعطيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة لزيكول بريفي المدارس الخاصة أو المدارس اللي الأجنبية، دونك يعطيهم شهادة معادلة. دونك هذا الشرط الأول. دونك احنا الشرط الثاني أنه يلزمك تكون مرسم بجدول العمالة، يعني الفات اللي عندك الدبلوم تاع هندسة فما يخولكش أنك تمارس مهنة الهندسة، تجم تمارس أي مهنة أخرى، لكن مهنة الهندسة ليس لك الحق إلا ما تكون مسجل بجدول عمادة المهندسين وهو إجباري. اللي مش مسجل فهو منتحل صفة، يعني هو منتحل صفة ويعاقب بالقانون التونسي. دونك احنا من هنا يجي دور العمادة اللي بويسك المدارس الخاصة هذه ما عندناش ضمان متاع جودتها، دونك جبرنا نعملوا هالزيارات هذه، وبعد الزيارات هذه خرج التابلو اللي فيه العشرين مدرسة. سؤالي العشرين مؤسسة هذوما في القطاع الخاص اللي راقبتوهم ونعلتوا زيارات واللي أنتم معترفين بهم كعمادة، واللي اليوم الطلبة اللي تخرجوا من المؤسسات هذية ينجموا معناتها غدوة يدخلوا إلى ميدان الهندسة، هل يرتقي المستوى التعليمي فيهم إلى مستوى المدارس الوطنية للهندسة سيد العميد؟ والله احنا كيف عملنا الزيارات هذه في الاخير قسمنا معناتها ولات عندنا ولينا يعني نلقاهم في ثلاثه فرق بالضبط. الفرقه الاولى وهي فرقه ممتازه، وهذا يشرف تونس اللي عندها مدارس خاصه بالمستوى هذايا، ومستواها هي مستوى المدارس العموميه اللي المحترمه، معناتها بالجد مستوى عالي وعالي جدا. وتجم نقولها بكل فخر انها تجم تعادل المدارس الدوليه الاجنبيه، لان المدارس العموميه فهي معادله للمدارس الدوليه الكبرى، واضح ولا؟ هذا الفرقه الاولى. فما فرقه اللي معناتها من البروسيس نتاع اللي عملناها نتاع متابعه هالمدارس هذه الخاصه من 2017 بالضبط، احنا بدينا العمل في البداية، ولما رات أن العمادة ولات مركزة على الجودة وعلى الاعتماد وعلى الحكايات هذه، دونك هي ولات الآن تحب توصل للمستوى نتاع الفريق الأول. قداش يعني الفريق الأول؟ قداش عندنا من مؤسسة في الفريق الأول سيد العميد؟ والله ينجم ثلاثة أسلاف، يعني الفرقة الأولى معناتها فيها الثلث أو أقل شوية من الثلث، يعني نتاع ستة مدارس حاجة من نوع هكا. والفريق الثاني معناتها هو ممكن فيه حكيت ممكن ثمانية حاجة من نوع هكا، يعني مدارس اللي بالجد تعمل في مجهودات كبرى وتلتحق بالركب، باش تلتحق بالركب، لكن ما زالت معناتها ديزون فوق المتوسط. واضح. هذه ما زالت هذايا شعرنا به اللي احنا عملنا زيارة في 2018 بالضبط، وهذه توا الزيارة الثانية عملناها 2022. في هالأربع سنوات رينا التطور نتاعهم، هالفرقة الثالثة رينا التطور نتاعها ملحوظ، ما كان قبل كانت تعبة برشا. والفرقة الثالثة اللي هي معناتها ضعيفة، لكنها يعني في تحك يعني يعني اوكي
مستوى متوسط متوسط لغير معناتها. على كل هو نقول واحدة دوام ينقب الرخام هكا ولا يا سيد العميد؟ منكم قاعدين تتابعوا قاعدين معناتها في المؤسسات هذا اكيد باش يرتقي المستوى ولا ما عندهمش حل لانهم يغادروا المنظومه بخيتو اليوم ينجموا طلبه يتصلوا بالعماده مباشره وتنجم تعطيكم راهو الكاتيجوري 1 كاتيجوري 2 كاتيجوري 3 ما تنجم تمشي وتاخذ لي رونسينيمون كل. شكرا لك سيد العميد كمال سحنون عميد المهندسين، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها. فاصل ونواصل نمشيو الى جزيره قرقنة. اليوم نعرفوا قرقنة والاحوال الجويه احيانا ما يكون فماش بابور تكون في محل استرجاليه نتاع واحد مريض راهي تولي مصيبه وتولي كارثه. هذا باش نحكيو فيه تدسوي.